الشخصية اللي أنا بعملها شخصية رباب، بنت سعودية نفسها تتحرر، راحت عاشت في اسكندرية لمدة 4 سنين. أهلها من الناس اللي هم الصعايدة المتحفظين، لكن أبوها من الناس اللي هي عارف إن البنت لازم تبقى متعلمة ولازم هو واثق فيها، في علاقة حب فظيعة بينها وبين أبوها. شخصية رباب شخصية محجبة، أول مرة أعمل شخصية محجبة، بنت حنينة جدا وخجولة جدا ومتحفظة جدا لغاية ما بتقع في حب ولد، وبتعرف ان انه هو ده مش المناسب ليها، وبتبتدي حياة جديدة. مش هقدر احرق في المسلسل اكتر من كده، بس الشخصية دي شخصية حنينة جدا وبتصعب عليا. ده اول تعاون معايا وانا سعيدة جدا قد ايه هو حد قريب من القلب كده، بغض النظر عن الشغل، انا بحس ان هو قريب من القلب وبيوصلك المعلومة بالراحة وجميل معانا، وبصراحة كان ليه فضل علينا حلو قوي في المسلسل وتوجيهاته. الحمد لله ده بيتحقق دلوقتي اكتر، الناس بقى عندها مشاهدة القنوات الكتير مع وجود القنوات الفضائية، مع الناس بقت تحب لما بتسمع على حاجة حلوة بتتفرج عليها. فاحنا يمكن عشان في رمضان بنفطر ونقعد نتفرج بقى، يعني بيبقى ليه نسبة مشاهدة، بس الحاجة الحلوة برضو بتنور في وقتها. اعرفوا كل اخباري وكل الجديد عني على اتفرج وبس. مي سليم.